الراديو 90-90 هواها مصري. أعزائي المستمعين مساء الخير، النهاردة هنتكلم على مسجد الشيخ القباري بالإسكندرية. أولا كل الناس تعرف خاصة الإسكندرانية إن في حي شهير جدا في غرب إسكندرية اسمه حي القباري. طيب هنشوف بقى تسمى كده ليه. أولا هو أبو القاسم محمد بن منصور ابن يحيى القباري السكندري المالكي، اتولد في اسكندرية 1192 ميلادية تقريبا، اتوفى 1264 عن عمر 72 سنة. كان زاهدا ورعا تقيا، كان عنده بستان صغير كده بيعيش فيه، يزرع فيه وبيكفيه اكله وشربه. معنى كلمة القباري جت منين التسمية دي؟ القبار أو القبار نبات معمر ينبت طبيعيا وممكن زرعه، تؤكل جذوره وسقانه مملحة وتستعمل أيضا في الطب. أنا طبعا حاولت أعرف إيه القبار ده معرفتش. المهم هو كان القباري ده لا يأكل اللحوم إلا لحوم الصيد لو اصطاد حاجة، ولا يشرب لبن ولا يأكل جبن أبدا، كان يصطاد بنفسه ويأكل اللي بيصطاده، وكان يأكل القبار ويبيعه، عشان كده سمي القباري. اتولد في اسكندرية ونشأ وترعرع فيها ومات ودفن بها، لم يتزوج ولم يكن له أولاد طيلة حياته، ولم يعرف من أسرته إلا والده منصور وجده يحيى وأخوه اللي مات في اسكندرية وورثوا القباري. ورث دار خربانة كده غلبانة وبستان بحي الرمل بإسكندرية، وكان يعتكف في هذه الدار الفقيرة. كان مصاب في ثلاث حواس: قلة السمع وقلة الشم وقلة التذوق، ومع ذلك كان صابرا وراضيا بقضاء الله، بل على العكس كان يبدو دائما سويا لا يشكو من أي عاهة. بيحكي بنفسه بقى إنه كان بيقول: كان ليا زميل يرتدي لبس الفقهاء ويحضر معي الدرس، ويوم سألوا أن يعيد له ما جرى في الدرس، الراجل تكبر عليه وشوح له وسابه ومشي. فبيقول: فكسر قلبي لأنه ما بيسمعش، فرجعت إلى داري الخربة وصليت ركعتين وبكيت وقلت: ابتليتني يا رب بحب العلم وثقل السمع حتى تكبر علي فلان اليوم وبخل علي بما لا يضره، ودعوت على ذلك المسكين. فلم يمر شهر حتى ظهرت على هذا الفتى إعراض عن العلم، ونزع زي أهل العلم وترك الأمر تماما. ففي صديق قال له: أقسم عليك بالله لا تعجل بعد هذا بالدعاء على أحد. الصديق ده كان تلميذه اسمه ابن المنير، فيقول ابن المنير أنه لم يدعو على أحد منذ ذلك اليوم، بل كان يدعو للناس. تتلمذ على يد كبار العلماء والمتصوفة الذين كانت تعمر بهم الإسكندرية في ذلك العصر، من أمثال أبو الحسن الشاذلي، أبو العباس المرسي، ابن عطاء الله السكندري، يقوت العرش والبصيري. كان قوي البنية شجاعا لا يخاف، وكان يتصدى لجماعة كبيرة وهو بمفرده فيتغلب عليهم، وكان يسكن الدار والبستان برمل الإسكندرية حتى بلغ 59 سنة، وكانت هذه السنة نقطة تحول في حياته، فقد انتقل من الشرق إلى غرب الإسكندرية إلى المنطقة التي تعرف الآن باسم منطقة القباري. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل مسجد القباري. سيد القباري كان معيشته بسيطة جدا بلا تعقيد ولا مشاكل، يأكل ويشرب ويصوم ويتعبد ويتعامل مع الناس على هدي وبصيرة دينه، مال إلى العزلة واستعد للرحلة اللي هي رحلة التصوف. كان كثير الورع والخضوع والخشوع، مبارك الطلعة، مشهور الذكر بين الصوفيين.
عاش شبابه في عصر الأيوبيين، وشهد في شيخوخته نهاية دولة بني أيوب وقيام دولة المماليك البحرية وحملة لويس التاسع على دمياط والمنصورة وجهود الملك الصالح نجم الدين أيوب في سحقها، كما شاهد موقعة عين جالوت التي انتصر فيها المماليك بقيادة خطز على التتار. رغم معيشته هذه الانتصارات إلا أنه لم يكن راضيا عن تصرفات الملوك والحكام تجاه الرعية، وطالما سعى ولاة الإسكندرية وكبار رجال الدولة بل سلاطين مصر لزيارته، ولكنه كان يرفض مقابلتهم وأحيانا كان يحدثهم من نافذة داره. كان يقول عن ذلك: لو قابلت أحدا إذا دخل محبا خرج غاضبا، وإن لم أقابله جاء محبا فسلم مني وسلمت منه، وربما أغضبه ذلك فلا النصيحة تقبل ولا هو من الغضب يسلم، فالسلامة والكرامة في الحيلولة بيني وبينه. هو بيواجه الحكام بصراحة شديدة، فقال لك بدل الزعل مش هقابل حد. رفض إحسانا مرسل له من الملك الصالح نجم الدين أيوب وقال: إن المحسن يأخذ من حسناتك والمسيء يعطيك من حسناته. قابل الظاهر بيبرس من أسفل البستان وليس في داره. توفى الشيخ أبو القاسم القباري 1264 ميلادية عن عمر 75 عام تقريبا، ودفن في بستانه وأقيم على ضريحه مسجد صغير قام بتوسيعه محمد سعيد باشا والي مصر، اللي تولى الحكم من 1855 ل 1863. المسجد يتكون من ساحة كبيرة للصلاة 252 متر تقريبا مربع، يحيط بها سور مرتفع حوالي 6 متر، يحيط بالساحة مصليتان الداخلية 83 متر مربع والخارجية 45 متر مربع. تقع مئذنة الجامع في الجهة المقابلة للقبلة، وقد شيدها مع الجامع سعيد باشا والي مصر. سعيد باشا اللي تولى الحكم بعد عباس الأول. يجاور المئذنة ضريح الشيخ القباري الذي يقال أنه أقيم على الخلوة التي كانت بالبستان والتي دفن بها الشيخ، والضريح له قبة تعود أيضا لأيام سعيد باشا. إذن سعيد باشا والي مصر هو اللي عمل الجامع على مقبرة وضريح الشيخ القباري، وعمل له القبة كمان على الضريح. وبالمناسبة أصلا الوالي سعيد باشا كان يعيش في اسكندرية في حي القباري، وكان ليه قصر كبير قوي هناك أيام ما كان رئيس قائد الأسطول المصري أيام والده محمد علي. كده خلصت حلقتنا، نتقابل بكرة مع ولي تاني وضريح أو جامع آخر، وإلى اللقاء.